ثروة الشيخ خليفة بن زايد أصبحت حديث الساعة، فعلى الرغم من مرور ساعات قليلة على إعلان خبر الوفاة عبر بيان رسمي من الرئاسة في الإمارات، إلا أن الفضول يسيطر على الجميع، يريدون معرفة ثروة الشيخ خليفة بن زايد وممتلكاته الطائلة. توفي يوم الجمعة 13 من مايو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت دولة الإمارات عن إعلان حالة الحداد لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام مع توقف العمل تماما في القطاع الحكومي والخاص لمدة 3 أيام. الشيخ خليفة بن زايد هو الرئيس الثاني للإمارات والحاكم 16 لإمارة أبو ظبي. ثروة الشيخ خليفة بن زايد. أعلنت مجلة فوربس الاقتصادية ثروة الشيخ خليفة بن زايد وفق تقاريرها المعلنة ضمن أغنى حكام العالم، ونال حاكم أبو ظبي المرتبة الرابعة في القائمة، وتقدر ثروته بحوالي 18 مليار دولار أمريكي. رصد تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية حجم ثروة الشيخ خليفة بن زايد العينية في لندن، وهي يمتلك أكبر يخت في العالم واسمه عزام بتكلفة نصف مليار دولار، ما يقارب من 50 مليون دولار كتكاليف سنوية، حيث يبلغ طوله نحو 180 مترا، استغرق بناؤه 4 سنوات، ويحتوي على حمامات سباحة في السطح والداخل، فضلا عن مهبط طائرات مروحية. نشرت الصحيفة وثائق أظهرت فيها عما قالت إنها إمبراطورية عقارية يملكها خليفة بن زايد في بريطانيا، تجاوزت قيمتها حينذاك 5 مليارات جنيه استرليني ويدور حولها نزاع شديد. أكدت الصحيفة أن محفظة العقارات الشخصية لخليفة، والتي يقع بعضها في أغلى أحياء لندن، تتكون إلى حد كبير من العقارات التجارية والسكنية عالية المستوى. محفظة تجارية خاصة تضم نحو 170 عقارا ما بين قصر منعزل على مقربة من ريتشموند بارك والعديد من المباني المكتبية الراقية في لندن والمؤجرة لصناديق التمويل الاستثماري والبنوك الاستثمارية مقابل بدل إيجار سنوي قدره 160 مليون جنيه استرليني. حول وضعه الصحي وظهوره في السنوات الأخيرة، فقد تبين بسبب ما تم الاطلاع عليه أن الشيخ خليفة بن زايد أصيب في يناير من عام 2014 بجلطة دماغية خضع إثرها لعملية جراحية تكللت بالنجاح. كما أن حضوره في المجال العام كرئيس للدولة بدأ يتراجع منذ ذلك التاريخ، إذ أسند أغلب مهامه لشقيقه محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.